السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي المشاهدين في قناتنا الأستاذ لايف. في هذا الفيديو سنتكلم عن الدفعة الثالثة من دعم صندوق كورونا للأسر المتضررة من هذه الجائحة. إذا كنت أول مرة تشاهد قناة الأستاذ لايف، أدعوك للاشتراك في القناة ودعمنا بالزر لايك وتفعيل زر الجرس لتوصل بجديد فيديوهاتنا. أخيرا تم الإعلان عن تاريخ الدفعة الثالثة لدعم الأسر المتضررة من جائحة كورونا، سواء الأسر التي تميل للقطاع الغير المهيكل، أو الأسر التي تستفيد من نظام رميد، أو الأسر التي تستفيد من نظام رميد. إذن هذا المصدر الحكومي صرح لجريدة هيسبريس، وهي جريدة إلكترونية مغربية معروفة، أنه سيتم ابتداء من الأسبوع المقبل صرف الدفعة الثالثة من دعم صندوق كورونا من خلال هذه التدوينة. إذن مصدر حكومي صرف الدفعة الثالثة من دعم كورونا الأسبوع المقبل. قال مصدر حكومي في التصريح لجريدة هيسبريس الإلكترونية إن وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ستعلن من خلال الأسبوع المقبل عن صرف المرحلة الثالثة من الدعم المالي المؤقت المقدم عبر صندوق تدبير جائحة فيروس كورونا المستجد، ولا يزال عدد من الأجراء المتوقفين عن العمل مؤقتا والمستفيدين من نظام رميد وكذلك الأسر العاملة بالقطاع الغير المهيكل ينتظرون إعلان عن الشطر الثالث من أجل التوصل بالدعم المالي. لماذا؟ لأن الأسر التي تنتمي إلى نظام لاسينيسيس فهم استفدوا سابقا، ولكن بقت الأسر التي تستفيد من نظام رميد والأسر المنتمية للقطاع غير المهيكل هما اللي مازال ما استفدوا من الدفعة الثالثة. لمواجهة الظرفية الاستثنائية جعلت مصدر رزقهم متوقف بسبب الحجر الصحي. وأكد مصدر هيسبريس أن الحكومة حددت منتصف شهر يوليوز الجاري، هذا الشهر، هذا شهر 7، لتوزيع الدفعة الثالثة، 15/7، انطلاقا من 15/7 من الدعم الذي حددته لفاقدي الشغل في القطاعين المهيكل وغير المهيكل، والذي يتزامن مع مناقشة مشروع المالية التعديلي. ووفقا مشروع قانون المالية التعديلي، تقرر تخصيص موارد الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا إلى غاية نهاية السنة الجارية للاستمرار في المواكبة الاجتماعية والاقتصادية للقطاعات التي ستعرف صعوبات حتى بعد رفع الحجر الصحي. ولم توضح الحكومة ما إذا كانت هذه المواكبة تخص مواصلة استمرار الدعم المالي الشهري للأجراء والأسر المتضررة، أم الأمر سيتخذ شكل آخر من الدعم لفائدة المقاولات التي تحافظ على نسبة من الوظائف. هذا المصدر هذا ما أكدش واش غادي تكون دفعات أخرى رابعة وخامسة، كما طالبت بذلك مجموعة من الأحزاب والنقابات، نقابة الاتحاد المغربي للشغل وربما حتى حزب الاستقلال، أنهم طالبوا باستمرار هذا الدعم هذا الدفعة الرابعة والخامسة. إذا الوزارة ما كشفتش على واش كاين دفعات أخرين. وكشفت معطيات وزارة الاقتصاد المالية وإصلاح الإدارة أن الدعم لفائدة الأسر المستفيدة وغير المستفيدة من خدمة رميد والتي تعمل بالقطاع الغير المهيكل والتي تضررت بسبب الحجر الصحي شهدت استفادة أكثر من 5.5 مليون أسرة، 45% منها بالوسط القروي، كاشفة رصيد مبلغ يناهز 11 مليار درهم من الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا. سابقا كانوا علنوا على شي 15 ديال المليار، ودابا علنوا على 11 مليار. ما عرفتش أنا كيفاش داروا لهذا الحساب هذا، وكذلك ما عرفناش لماذا تأخر هذا الدعم إلى هذه اللحظة هذه. ربما أن الحكومة فكروا في العيد باش أنهم الأسر يعطيهم دابا هاد الدفعة اللي ربما تساعدهم على العيد، ولكن ما كافياش. واش 800 درهم ولا 1000 درهم غادي تشري العيد؟ هذا في حد ذاته سؤال كبير. ربما أنا كنفترض بأنهم خصهم يزيدوا هاد الدفعة، يزيدوا فيها، لأن الأسر يعني عندها مشكل كبير، والعيد كيكلف مصاريف كبيرة، اللي على الأقل واحد 1500 درهم باش يمكن الإنسان يشتري العيد ويكون مرتاح. وأخيرا إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة ودعمنا بالزر لايك وتفعيل زر الجرس لتتوصل بجديد فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.